تقول عايزه ايه؟ انت هتسيب اموالك كده اللي انت تعبت فيها وجريت فيها شقى عمرك وانت صغير لاخواتك كده بكل بساطه؟ وعشان اعمل لك ايه يا فندم؟ تعمل ايه؟ عايزك تحط ابوك تحت باطك وكل اللي معاك يبقى معاك انت عشان ولادك. ده كلهم شغالين معايا وشغالين تبعي وكل حاجه في عيني، انت هتعرفيني انا اعمل ايه؟ اهو ده اللي انا باخده منك. يا راجل يا راجل بص لبنتنا عايزالها عريس وعايزه تجهيز وعايزه كل حاجه. بقول لك يا ماما انا عايزه اغير العربيه بتاعتي عشان الموديل بتاعها قديم. انت مغيرها الشهر اللي فات، هو كل شهر انت؟ انا المفروض اغيرها كل اسبوع مش كل شهر. ليه يعني بنسرق؟ انا مش زي بقيه البنات ولا ايه؟ كل اصحابي بيعملوا كده، اشمعنى انا؟ مفيش مشكله، نغيرها لك الشهر الجاي. لا مش الشهر الجاي، انا عايزاها من بكره. مفيش مشكله، نغيرها علشان خاطر امك. طيب ماشي، انا عايزه بقى فلوس عشان امشي. عايزه قد ايه؟ 2000؟ لا هات 1000 جنيه بس. بص مش كترت. عندك في الدولاب، خدي اللي انت عايزاه. اخد اللي انا عايزاه؟ اه خدي 2000 كمان، بس اعملي لي شاب لبن. ايه ده ايه ده ايه ده؟ هو انت عشان هتديني فلوس هتزليني تقولي اعملي كوبايه؟ ما انا عايز بابا في كلمه سر. عمري ما اعمل كده. ايه ده؟ حبيبتي يا بنتي يا قمر انت، انا شفت اخوك صح؟ بيديكوا ان هو يحط السم لابوك. يا نهار ابيض، حياتي لابويا؟ خبر ابيض. حياتي لابويا يا اخويا. طب وبعدين؟ طب بقول لك ايه، تعالي بقى نروح لابن عمي بقى نشوف القصه دي. يلا انت بالك، بقول لك حياتي لابوك، ما تروح تشوف تضرب اخوك تموته. تعالي تعالي. طب يلا.